هذا المقطع برعاية EA Creator Network. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. اليوم مقطعنا إن شاء الله sponsored من EA ل EA Creator Network. طبعا شكرا ل EA ولا Code Master على دعوتهم لي لجرب هاي اللعبة ال Preview Event تبعية Grid Legends. طبعا جرايد ليجند لعبة جديدة حتنزل ان شاء الله قريبا، وانا هلا حشارككم شوي عن اللعبة. لعبت فيها تقريبا يوم كامل، حتى اكثر من يوم، وجربت حاليا جربنا 12 خريطة و12 سيارة. طبعا اللعبة فيها اشياء انت بتقدر تسوي لك كرييت، بتقدر تسوي الخرائط، بتقدر تسوي اشياء كتير باللعبة. طبعا انا ما حقدر شارككم اشياء كتير، اللي هي مثلا القائمة الرئيسية اللي هي اللودينج سكرين وهالشغلات هدلون، لانه حاليا it's unfinished، يعني مش جاهزين. بس بقدر شارككم السباق، حتى سيارة من جوا ما بقدر اشارككم فيها لانه كمان كلهم بعد in process، حتى بتقدر تشوفوا work in process موجودة على السكرين. anyway حنبلش هلأ السباق، وان شاء الله يعجبكم المقطع، ولو عندكم اي استفسارات او اي اسئله بتقدروا تحطوا لي اياها في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله بجاوبكم على الاسئله. مشاهده ممتعه.
وهلا يا شباب ناخدكم بماب جديد، ماب تاني اللي هو برشا روسيا، اسمه تيفوسكي رون، وهو 5.22 كيلومترز. نبلش بهذا السبب.